نعم الصبح اليوم الصبح. طيب اخذنا مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة يبدأ الظهر بزوال الزوال الشمس عن كبد السماء، ويبدأ العصر باستواء طول ظل الشيء مثل. طيب ويبدأ المغرب إلى الاحمرار، واحمرار نهي، احمرار نهي. بعدين غروب قرص الشمس، قلنا المغرب بأمرين، غياب القرص وأقبال الليل وإدبار النهار، لأنه قلنا قد تكون عند العمائر هناك أو بين الجبال وتغرب قرص الشمس لكن لم يقبل الليل، مفهوم؟ أي نعم. العشاء من يعرف وقت العشاء؟ أوقف. مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، والفجر الفجر الصادق يعني ليس البياض المعترض، تمام، إلى طلوع الشمس، تمام. اجلس. الله يفتح عليك. أوقات النهي، نعم شيخ حمد، على التفصيل خمسة. الأول من بعد، يعني من تسليم الإمام من صلاة الفجر إلى ظهور القرص، ومن ظهور القرص إلى أن ترتفع قيد رمح، صح؟ وهذا تقريبا من ظهور القرص إلى أن ترتفع تقريبا ربع ساعة، وبعده قبيل زوال الشمس عن قابض السماء تسعر في نار جهنم، نسأل العافية والسلامة. ومن تسليم الإمام من صلاة العصر إلى أن تدنو، ومن دنو الشمس إلى غروبها، تمام. ها الشيخ عيسى جاهز ولا شغال؟ نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نمر على كتاب الصلاة كاملا ثم نكمل ما بدأنا فيه. نعم فهرس، احنا اتفقنا أن نمر على الفهرس أول قبل دراسة الكتاب. نعم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، عليه الصلاة والسلام. اغفر لنا لشيخنا والسامعين. كتاب الصلاة. نعم، كتاب الصلاة، والصلاة تنقسم إلى قسمين، فريضة ونافلة. نعم. باب المواقيت. مواقيت الصلاة. نعم. باب الأذان. الأذان والإقامة كذلك. نعم. باب شروط الصلاة. شروط الصلاة، لأنها تتقدم على الصلاة ولابد من الشروط والأركان والواجبات وتنتفي الموانع حتى تكون العبادة صحيحة. باب سترة المصلي. نعم. باب الحث على الخشوع في الصلاة. نعم. باب المساجد. باب صفة الصلاة. باب سجود السهو وغيره. سجود السهو وغيره يعني الشكر والتلاوة. نعم. فصل. باب صلاة التطوع. باب صلاة الجماعة والإمامة. باب صلاة المسافر والمريض. باب الجمعة. باب صلاة الخوف. باب صلاة العيدين. باب صلاة الكسوف. باب صلاة الاستسقاء. باب اللباس. نعم. كتاب الجنائز. الجنائز هو من كتاب الصلاة، لأن الصلاة على الميت أراد، لكن أفرد بكتاب لأنه أراد أن يذكر كل ما يتعلق بدفن الميت تكفيني والصلاة عليه، مفهوم؟ نعم. نرجع إلى شروط الصلاة الآن. نعم. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق. ما الفرق بين الشرط والركن؟ ما هو الفرق بين الشرط والركن؟ نعم. الشرط يكون قبل العبادة، خارج العبادة، خارج الماهية، والركن داخل الماهية، والشرط يمتد من أول العبادة لنهاية العبادة، الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة لابد أن يكون في كل العبادة، صح؟ والركن في جزء من أجزاء العبادة، يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام انتهت، صح؟
تمام. اجتمع الشرط مع الركن في ماذا؟ أنه لا يقبل في ترك الشرط ولا الركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. ترك استقبال القبلة في الفريضة جاهل ناسي عامد، شيء واحد، الصلاة باطلة. ترك الفاتحة جاهل ناسي عامد فالصلاة باطلة، تمام. إلا شرط واحد سيأتي معنا، لو صلى وعليه نجاسة وهو عالم قادر على إزالة النجاسة فالصلاة باطلة، وإذا كان ناسي أو جاهل صحيحة، تمام، لأن هذا ترك وبقية الشروط فعل. نعم، الله يفتح عليك. بقي معنا ما الفرق بين الواجب والركن، ولماذا قلنا الفرق بين الواجب والركن؟ لأن الشرط خرج، الذي يلتبس معنا الآن هنا الركن مع الواجب، كلاهما داخل العبادة، اتفقوا. ولا يقبل في ترك الواجب والركن عمد، ويقبل في ترك الواجب الجهل والنسيان. أما السنة داخل، ويقبل في ترك السنة جهل ونسيان وعمد، تكون العبادة صحيحة لكن خلاف الأولى. مفهوم؟ نعم. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا أن يبين شرط من شروط الصلاة، هو رفع الحدث الأكبر والأصغر. نعم، وهذا من الحدث الأصغر، يتوضأ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. نعم، وقد تقدم معنا في نواقض الوضوء أن القيء ليس بناقض للوضوء. نعم، وكذلك الرعاف. نعم. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. أراد المؤلف بهذا رحمه الله أن يبين شرط من شروط الصلاة، ما هو؟ ستر العورة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: الأولى ألا تقول ستر العورة، ماذا تقول؟ أخذ الزينة. لأنه قد يشكل على كثير من الناس، وهذا الذي جاء في القرآن: وإن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أخذ الزينة في الصلاة وهذا الأولى، أو تقول ستر العورة. أقسام أخذ الزينة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة، عورة مغلظة، وعورة مخففة، وعورة متوسطة. هكذا نرتب: مغلظة، مخففة، متوسطة. اترك الكتاب، اترك القلم، اترك الجوال. مغلظة، مخففة، متوسطة. العورة المغلظة عورة المرأة، خرج بهذا الرجل. الحرة، خرج بهذا الأمة. البالغ، خرج بهذا الغير بالغ الصغيرة، تمام. عورة المرأة الحرة البالغة تستر جميع البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. انتهينا الآن، نأتي إلى مخففة. مثل ما أمس أخذنا، وين صاحبنا؟ إزالة النجاسة، مغلظة مخففة وما عداهما متوسطة. المخففة عورة الذكر، ابن 7 سنين إلى 10 سنين يستر القبل والدبر. مفهوم؟ تمام. المتوسط الآن نأخذ، يستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. مرة أخرى، المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة تستر جميع البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. المخففة الذكر ابن 7 سنين 10 سنين يستر القبل والدبر فرجان. والمتوسطة يستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. نحن لا نتكلم عن النظر إلى الأجنبية، النظر إلى الأمة، لا نتكلم، نتكلم عن صحة الصلاة. مفهوم؟ نعم. فلو صلى مكشوف الفخذين، الصلاة صحيحة أم باطلة؟
ننظر. ابن 7 سنين ذكر، إلى 10 سنين فالصلاة صحيحة، مفهوم؟ طيب، صلت مرأة مكشوفة الشعر مثلا فالصلاة باطلة. نعم، قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو صلت المرأة في ثوب سابق درع وغطت رأسها فالصلاة صحيحة، ويقول هذا الذي كان عليه الصحابيات زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يلزمها أن تلبس جوربين، مفهوم؟ نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، تقدم ذكر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة، ليس لديه إلا إزار. الآن مثل الذي نلبس في العمرة، لديه إزار، قطعة واحدة تغطي من السرة للركبة، ماذا يصنع؟ ليس لديه غير هذا، إذن يغطي من السرة للركبة، لكن كان أطول من هذا يغطي طرف أو يغطي العاتقين، عاتق واحد أو العاتقين لو أمكن، وأخذ كامل الزينة في الصلاة. نعم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. خرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. وقد تقدم معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. خرجه الترمذي وضعفه. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. يجب استقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة وفي الحضر وفي السفر، إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى حيث توجهت بالدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو الباخرة، فقط النافلة. أما الفريضة لابد من استقبال القبلة، استقبال الكعبة، استقبال مكة بحسب القرب والبعد. فماذا يصنع الآن إذا كان في مدينة يعني وبلد مسلم ودولة مسلمة، يستطيع يسأل الناس أو ينظر في المساجد فيها محاريب، نعم، أو ينظر إلى الشمس أو إلى القمر إذا كان يعرف، أو البوصلة الآن الموجودة في الجوال مثلا اتجاه القبلة، نعم، إذا تحرى كل ما قدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، تحرى وفعل كل ما طلب منه وصلى، ثم اكتشف أنه صلى إلى غير القبلة فالصلاة صحيحة. لكن إن فرط ولم يسأل، يعني أنا مثلا جئت الآن هنا إلى هذه البلاد قطر، وجئت إلى بيت الشيخ أحمد، وأنا بيت الشيخ أحمد لم أسأل أحمد ولم أسأل أحد وصليت، ثم تبين أني أصلي لغير القبلة فالصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه كان بإمكاني أسأل أهل البيت، أنظر في المساجد القريبة، أنظر في مثل بوصلة، لا 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 هناك خارج جهة القهوة ليس مكانه هنا. نعم، أنت رأيت يوم من الأيام الشيخ عبد المحسن عباد شيخنا حفظه الله أو الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع يعني جالس في الدرس ومعه شاهي قهوة، ممكن رأيت ولن ترى؟ نعم، امشي. نعم. إذن يجب استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفريضة وفي النافلة وفي الحضر وفي السفر، إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى حيث توجهت بالدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو الباخرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما
ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقد تقدم معنا ولكن شرقوا أو غربوا، هذا باعتبار حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. يعني الانحراف اليسير عن القبلة هذا لا يضر، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا باعتبار حال أهل المدينة، أهل الشام مثلا الآن صح؟ نعم. لكن باعتبار حال أهل قطر مثلا لا، ما بين الشمال والجنوب قبلة. إذن الانحراف اليسير عن القبلة لا يؤثر، والدليل هذا الحديث. نعم. رواه الترمذي وقواب البخاري. وعن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته في السفر، أما في الحضر لا، لا يصلي النافلة في الحضر على راحلته. حيث توجهت به، ويومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. ويصنع الأشياء التي يحتاج إليها، مفهوم؟ أي نعم. قال: ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا سافر صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. إن استقبل القبلة في تقبلة الإحرام في السفر في النافلة يقول يصح، وإن لم يستقبل يصح، لورد هذا ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفريضة يوقف السيارة وينزل، لابد من القيام ولابد من استقبال القبلة. الصلاة في الطائرة الآن، نقول أنت الآن محاسب، تستطيع تستقبل القبلة وأنت في الطائرة. في بعض الطائرات لله الحمد يوجد مصلات الحمد لله، والبوصلة موجودة صحيح؟ نعم. في الغالب فإن أمكن أن يؤخر حتى ينزل فلا بأس، أو يقدم قبل أن يركب الطائرة الحمد لله، أدركت صلاة الفجر ويعرف أنه عندما تنزل الطائرة خرج وقت الفجر، ماذا يصنع؟ يصلي. يوجد مصلى في الطائرة صلى، وجد مكان يستطيع القيام فيه، كان يكون الشيخ عيسى مثلا في الدرجة الأولى يستطيع الحمد لله، المكان فيه متسع، مفهوم؟ أما لم يكن في الدرجة الأولى مثل بعض الناس، نعم، ماذا يصنع؟ يقول يصنع الذي يقدر عليه. إن استطاع القيام لابد من القيام، والقيام سهل في الطائرة، حتى لو وقف عند الكرسي صحيح؟ واقف يستطيع ويستقبل القبلة لا إشكال، يلف هذا ما في إشكال فيها. يبقى عندنا إشكال أين؟ في السجود. الركوع لا إشكال فيه، الركوع لا إشكال فيه، في الغالب أنه لا إشكال. نعم. حتى لو يعني نزل قليلا صحيح، يبقى الإشكال في الركوع والسجود. استطاع في السجود، استطاع يسجد سجد، وإلا أومأ إيماء والحمد لله رب العالمين. نعم. أما ما يصنع بعض الناس، أنت ترى الآن بعض الناس وهذا كثير عندنا، المساجد الآن فيها كراسي ولله الحمد، لمن لا يستطيع على القيام بالكلية، أو يستطيع القيام لكن يأتيه ألم شديد ولا أخشى. وبعض الناس ما شاء الله يمشي إلى المسجد ويضع الكرسي وتجده يصلي جالس. الفريضة، أنا أتكلم عن النافلة، النافلة صح أن يصلي جالسا ويأخذ نصف أجر القائم. نعم. فنقول له لابد من القيام، ومتى جاء الألم اجلس، ومتى زال تقوم. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. نعم. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا؟ أي شرط من شروط الصلاة؟ استقبال القبلة انتهى يا رجل. ها، طهرت البقعة، طهرت موضع الصلاة،
احنا قلنا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء. الشرط الأصلي عندنا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة عن البدن والبقعة المكان اللي يصلي فيه والثوب، تمام. هناك أماكن لا يصح الصلاة فيها وغير هذا يصح، المقبرة لا يصح الصلاة على وإلى وفي المقابر، صح؟ على لو كان هناك بناء فلا يصح على ولا في داخل ولا إلى القبور، مفهوم هذا؟ ثلاث حروف جر غيرت المعنى، تمام. إذا المقبرة لا يصح لا داخل المقبرة ولا إلى القبور ولا على القبور، أصلا لا يصح البناء على القبور، فلو كان هناك بناء وصعد فوق البناء وصلى لا يصح، انتهينا. هذا الأول. الثاني الحمام، فلا يصح الصلاة في الحمام، مفهوم؟ نعم. طيب الثالث الأرض المغصوبة، أرض مغصوبة، نقول لهذا الغاصب اخرج من هذا، اخرج من الظلم ولا تصلي في الأرض المغصوبة. لو صلى في الأرض المغصوبة الصلاة صحيحة، لكن عليه إثم الغصب داخل وخارج الصلاة. وكذلك مرابط الإبل، تمام، لورود هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش بقي؟ حمام ذكر، قلنا الحمام والمقبرة والأرض المغصوبة مرابط الإبل، غيره؟ نعم. أما ما يقال من فوق الكعبة أنه لا يصح، أو في جوف الكعبة، في جوف الكعبة داخل الكعبة لا تصح الفريضة، يقول الشيخ بن عثيمين رحم الله هذا القول مرجوح. لماذا؟ قال لأن الكعبة من الأرض الآن، صح، ويصح الصلاة فيها، لكن بشرط أن يستقبل شخص، مفهوم، وتصح الصلاة. نعم. ومن يقول ببطلان الصلاة يلزم بالدليل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن، المزبلة، المزبلة لأنها مكان نجس، والمزبلة قد ذكرنا هذا الحمام، ويقاس عليه كل مكان نجس، نعم، والشياطين، نعم. والمجزرة، المجزرة لأن فيها الدم المسفوح، نعم، وهو نجس، نعم. والمقبرة، المقبرة ذكرنا، المقبرة من أجل الشرك الأكبر، عبادة غير الله، حتى وإن كان يعبد الله لكن المكان لا يمكن الصلاة فيه، نعم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كان متقرب عند الصحابة رضوان الله عليهم أن المقابر لا يصنع عندها شيء من العبادات إلا الزيارة الشرعية بشروطها، أو لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تدفنوا فيها موتاكم، نعم. وقارعة الطريق، قارعة الطريق يعني يصلي في طريق الناس، نعم. والحمام، الحمام تقدم. ومعاطن الإبل تقدم. وفوق ظهر بيت الله، ويصح الصلاة فوق الكعبة وإلى الكعبة وفي الكعبة، فريضة أو نافلة، نعم. رواه الترمذي وضعفه، نعم. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. إلى وعلى وفي، نعم، هذا القبور، نعم، ونهى عن الجلوس على القبور، نعم. وعن أبي سعيد، وانقسم الناس تجاه القبور إلى طرفين ووسط، أهل السنة هم الوسط، لا إفراط ولا تفريط، نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما، خرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى في شرط من شروط الصلاة وإزالة النجاسة عن البدن والبقعة والثوب، تمام؟ أي نعم. يصلي في نعليه من السنة أن يصلي في نعليه، لكن لا يصلي في نعليه أكرمكم الله في هذه المساجد اليوم المفروشة بالموكيت، نعم. فلو كان المسجد يعني مثلا يصلي في كانوا في رحلة مثلا في البحر
وأصلي في نعليه، أو مثلا في خارج المسجد في الساحات، مثال ساحات المسجد النبوي. أما أن يدخل المسجد النبوي المسجد الحرام في نعليه، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول كنت في المسعى، وجدت إنسان أكرمكم الله يسعى في نعليه. الشيخ بن عثيمين رحمه الله وجد إنسان في المسجد الحرام يسعى في نعليه، فقال له اخلع نعليك. فقال لا 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 يجوز، يقول الشيخ بن عثيمين. فقال له أنا محمد ابن صالح ابن عثيمين اخلع. يقول خلع، قال جزاك الله خير. يا أخواننا، مرأة سوداء كانت تقم المسجد ودفنت بليل، وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، العظم ما تصنع، والله ما يمكن تصنع هذا في بيت أمير من الأمراء أو ملك من الملوك، والأصل المحافظة على نظافة المساجد. نعم السنة أحيانا تصلي في النعلين، لكن أننا لو فتحنا المجال للناس الآن وكرمكم الله دخلوا بنعالهم بالأحذية إلى المساجد، خاصة المسجد الحرام، مسجد كيف يكون؟ صحيح؟ نعم. ثم الآن، هل أنت أعلم من الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى؟ لا، فهو أعلم مني ومنك. إذن خذ بالفتوى هذه وأصلي فين عليك، في كشتة، في عند البحر، عند كذا، أو ادخل إلى بيتك واصنع هذا، صلي. صح؟ ما يصنع، الله أعلم ما يصنع. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، وأخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، إذا أراد أن يصلي فين عليه وشك في الجلد المصنوع منه، فماذا يصنع؟ الأصل الطهارة، تمام. لكن قبل أن يدخل المسجد ينظر، إن كان فيهما أذى ماذا يصنع؟ إما يخلع أو يمسحهما بالتراب. نعم. قال عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. أشار بهذا إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عندما تكلم في الصلاة، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. نعم، فماذا يصنع؟ قال: إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أشار بهذا إلى ماذا؟ الله يفتح عليك، مبطل من مبطلات الصلاة، الكلام العمد مع العلم والذكر. أوقف، بهذا قامت السماوات والأرض. قال بالعدل. نعم، ماذا قلت؟ الكلام، تكلم متعمدا عالما ذاكرا تحريم الكلام في الصلاة، فالصلاة باطلة. تكلم جاهلا كما تكلم معاوية رضي الله عنه، الصلاة صحيحة. ناسيا، يعني الشيخ فهد يصلي الآن ودخلت أنا الغرفة قلت السلام عليكم، قال عليكم، ثم تنبه، فالصلاة صحيحة. الثالث، تكلم لمصلحة الصلاة كما تكلم ذو اليدين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وبقي ركعتين، إذن الصلاة انتهت؟ لا، عندما تكلم قال: يا رسول الله قصرت الصلاة، هذا الكلام داخل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة، لا أكمل. فالصلاة الكلام هنا لمصلحة الصلاة، لكن يقول يبتعد عن كلام البشر، يسبح كما سيأتي، لم يتنبه الإمام ولم يعرف يركع ويسجد، ماذا يصنع؟ يكلم بأدنى كلام، وإن استطاع يتكلم بآية أو حديث، يعني يريد يركع، إيش يقول له؟ واركعوا، أي مع الراكعين، مفهوم؟ نعم. قال:
قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة. نعم في الصلاة يعني تنبه الآن تنبه الإمام. كيف تنبه الإمام؟ أنت ذكر تنبه الإمام بماذا؟ بالتسبيح. والمرأة كيف تصفق كذا؟ هذا مشكل. تصفق كذا مشكل. تصفق بأدنى حركة صحيح؟ أي نعم أمشي. وعن مطرف بن عبد الله بن شخير عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء خرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان. ما الفائدة من هذا؟ يراد هذا الحديث هنا جواز البكاء؟ نعم. يقول أن البكاء الآن يبكي هل هذا من الكلام المحرم؟ لا ليس من الكلام المحرم وليس بمبطل للصلاة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه. نعم يعني أنت تسمع بعض الأئمة أحيانا يعني وهو يقرأ ثم يكمل هل هذا مبطل للصلاة؟ لا حتى وإن يقال وإن بان حرفان مثلا احم خلاص اي نعم امشي. يقول بالعاشية يا شيخ اي نعم ضعيف بهذا اللفظ حسن بلفظ سبح بدل تنحنح. نعم لكن احنا لا نتكلم عن هذا الحديث نتكلم لو اضطر عند القراءة وتنحنح مفهوم اي نعم. اما في الدخول قد تقدم ان الرجل له التسبيح والمرأة لها التصفيق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي هل يرد بلسانه أو بالإشارة؟ نعم. قال يقول هكذا وبسط كفة خرجه أبو داود والترمذي وصححه. كيف؟ بأدنى حركة بأدنى حركة حتى يراك هذا الذي يسلم عليك أنك ترد عليه السلام. نعم. وعن أبي قتادة يعني لا يمكن يكون أمامك لا يعني دخل الشيخ فهد من هذا الباب وأنا أصلي هنا ولدي ستر وقال السلام عليكم أقول عليكم السلام هكذا لا بأدنى حركة يسلم من الخلف بأدنى حركة حتى يرى الرد عليه مفهوم. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. لو قال قائل هذا إمام ويؤم الناس ولماذا يحمل أمامه؟ نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وضع فيه الرحمة صح؟ نعم. ولا مانع أن الإمام أو أحد المصلين يأتي بالأولاد إلى المسجد وهذا فيه إدخال الأولاد إلى المسجد لكن بشرط المحافظة عليهم لا يؤذي الآخرين أو يلوث المسجد أو ما إلى ذلك. والناس مع الأولاد طرفين وسط قسم لا يحضر الأولاد أبدا المساجد وهذا ينشأ ناشئ الفتيان فينا على مكان عوده أبوه. الثاني يأتي إلى المساجد ويشوش ويصنع ويلوث المساجد وقسم يأتي ويحافظ على الأولاد يحمله حتى لا يؤذي أحد ومثلا يلبس الحفاظات صحيح إذا يعني كان لديه بكاء وكذا رفعه فلا إشكال في هذا. يعود كانوا الأولاد على العبادات حتى على الصيام ويأتوا باللعبة في المسجد ويعطيها الصغير حتى يتعود على الصيام مفهوم؟ أي نعم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم
أراد المؤلف بإراد هذا الحديث ماذا؟ مبطل من مبطلات الصلاة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، حركة كثيرة متوالية متتابعة عرفا، يعني تنظر إليه تظن غير مصلي، يعني ينظر في الجوال هكذا يقول سبحان الله كيف يتصل عليها، ويرى الرسائل ويقرأ وممكن يكتب له الرد وكذا، تنظر إليه تظن غير مصلي أصلا. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، خرج بهذا ما لو كان لحاجة، هنا كان لحاجة، مفهوم؟ أي نعم، يحملها ويضعها لا إشكال في هذا. طيب، وبهذا نقسم الحركات في الصلاة إلى كم؟ خمسة. إلى خمسة أقسام: حركة محرمة، حركة مكروهة، حركة مباحة، حركة مستحبة، حركة واجبة. الحركة المحرمة: الأكل، الشرب، الضحك، الالتفات الكثير عن القبلة، حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، محرمة مبطلة للصلاة. حركة مكروهة: حركة قليلة لغير حاجة، حركة لكنها يسيرة، ترى أنه مصلي لكن يتحرك. الثالث: حركة مباحة، وهي الحركة التي تكون لحاجة، مثل رفع الصبي، وضع الصبي، فتح الباب مثلا، إغلاق الجوال لكن داخل الجيب، عما يخرج الجوال وينظر من المتصل ويقول له أنا أصلي مثلا، لا، صلاة باطلة. طيب، الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، الحركة إن لم يتحرك الصلاة صحيحة، لكن إن تحرك الصلاة أصبحت أكمل، مثل سد الفرج يقول. الحركة المحرمة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، إن لم يتحرك كانت الصلاة باطلة. أنا أصلي ورأيت على الغترة نجاسة، ماذا أصنع؟ يجب علي أن أخلع الغترة حتى تكون الصلاة صحيحة، مفهوم؟ نعم. نعم، هذه واجبة؟ هذه واجبة، نعم، إنا لله، انتظر، آسف، حركة واجب، نعم. طيب، مبطلات الصلاة: الكلام العمد مع العلم والذكر، الرحمون يرحمه الرحمن، الكلام العمد مع العلم والذكر، الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، الانحراف الكثير عن القبلة، الأكل، الشرب، الضحك، انتقاض الطهارة، هذه مبطلات الصلاة، مفهوم؟ أي نعم. قال: إذن كأن المؤلف رحمه الله ذكر هنا شروط الصلاة مع مبطلات الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة، وصححه ابن حبان. نعم، خمس فواسق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وزاد مسلم، وفي الصلاة. يعني الآن وهو يصلي، الشيخ فهد وهو يصلي، خرج عقرب، وش يصنع العقرب؟ إن لم يقتلها لدغته يقتلها وهو يصلي، لكن يقتلها بأدنى حركة، مفهوم؟ نعم، يقتلها بأدنى حركة في الصلاة يصح، لأن هذه فواسق لا تتركك في الغالب. طيب، نعم، هو يسعى أنه لا ينحرف عن القبلة قدر المستطاع. نعم. قال رحمه الله: باب سترة المصلي. سترة المصلي، السترة أقل ما يقال فيها أنها سنة مؤكدة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى لغير سترة. ومن فضائل السترة أو من الأمور التي تكون إذا اتخذ الإنسان سترة أن الصلاة لا تنقطع. يعني أنا الآن وضعت سترة أمامي، ومر بيني وبين السترة كلب أسود، حمار، مرأة بالغة، لا تنقطع الصلاة. إذن هذا فائدة السترة، أن الصلاة لا تنقطع. لكن ليس لدي سترة ومر بين يدي
كلب أسود انقطعت الصلاة، مفهوم؟ إذن فائدة السترة المحافظة على الصلاة من الانقطاع، وسيأتي الدليل على هذا. نعم. قال رحمه الله عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. نعم. إذن هذا أمر لمن أراد أن يمر بين يدي المصلي، والأمر الثاني للمصلي اتخاذ السترة سواء كان يصلي منفردا أو إماما. أما المأموم ليس له سترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه، مفهوم؟ طيب الآن ماذا أصنع؟ أريد المرور، لا أمر بين يديه، أقدر موضع سجود لهذا المصلي وموضع سترة ثم أمر من خلف هذا التقدير، يعني بعد السترة، مفهوم؟ أي نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. نعم. خرج مسلم. يقال والله أعلم أن مقدار ذراع. نعم. وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. نعم. خرج الحاكم. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه عنزة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. نعم. مثل إذا لم يكن بين يديه، يعني إذا كان بين يديه لا تنقطع الصلاة، مفهوم الحديث صحيح؟ إذا لم يكن بين يديه انقطعت الصلاة، وإذا كان بين يديه لم تنقطع الصلاة، وهذه فائدة الستر. تعيد الآن العبارة. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث. نعم. وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. يعني لأنه ورد في بعض الأحاديث قال ما بال الأسود من الأحمر، قال الكلب الأسود شيطان. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون قوله الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائط أي البالغة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. طيب ننظر في هذه المسألة الآن. بعض الناس هدانا الله إياه يصلي في الطرقات، يصلي في الصحن في الطواف، صحيح، يصلي في المسعى، فهذا لا حرمة له. لماذا يصلي في هذه الأماكن؟ نعم الفريضة عندما تغلق الأبواب وتتصل الصفوف لا إشكال، خاصة وقت الزحام. أما صلاة التراويح صلاة النافلة سنة الطواف، تستطيع أن تصلي السنة في الطابق الثاني، تبتعد عن صحن المطاف، نعم، وتجعل المقام بينك وبين البيت ولا إشكال حتى ولو كان مكان بعيد. أما تصلي في أماكن يمر فيها الناس، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا لا حرمة له. طيب الثاني كان يصلي إلى سترة في أماكن من العادة أو من العرف أن الناس يصلوا في هذه الأماكن، وأراد إنسان أن يمر بين يديه ماذا يصنع؟ في العادة في الغالب عندنا أكثر الناس إلا من رحم الله ماذا يصنع؟ يقاتل من أول الأمر، هذا خطأ، لعله لم يرك هذا، تدرع وتدفع ما استطعت، فما تصنع؟ تدفع بالتي أحسن، تتقدم قليلا حتى تعطيه مجال حتى يمر من أين؟ من خلفك، فتعطيه مجال حتى يمر، حتى لو
تتقدم إلى السترة. بهذا يستطيع المرور بإذن الله تعالى. وقد يكون عندنا إشكال غير هذا. أنت تعرف بعض الناس يعني قد يكون مريض به سكر صحيح وما يستطيع، ولو بقي الآن ينتظر يلوث المسجد وكذا. فأنت تنظر في حال هذا الرجل، لو تنظر إليه مثلا كبير في السن ومع العكاز مثلا وكذا ولا يستطيع المشي أصلا، قد تدفع يموت يا رجل. اي نعم، فأنت تنظر قدر المستطاع أن تدفع هذا بالتي هي أحسن. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. خرجوا أحمد بن ماجه وصححه بن عبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لكن قال عن الحديث قال: ضعيف لاضطرابه وجهالة بعض رواته، ومن ضعفه سفيان عيينة والشافعي والبغوي بن الصلاح العراقي. نعم. وغيره. طيب، حديث الخط لم يثبت فيه شيء والله أعلم، فلا نعمل حتى يثبت الحديث. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. خرجه أبو داود في سنده ضعف. نعم، وقد تقدم أن الذي يقطع ثلاثة أشياء. نعم. قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. نعم، ذكرنا في أركان الصلاة الطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وتحصل الطمأنينة في الغالب بأن يأتي بالذكر الواجب في كل ركن من الأركان. فلو قال في ركوع سبحان ربي العظيم في الغالب حقق الطمأنينة، وكذلك لو قال في سجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في الغالب حقق الطمأنينة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه ولفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. نعم. الآن يقبض اليمنى على اليسرى، باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى، والرزق والساعد، إما وضع هكذا أو قبض هكذا، لا ويضعهما على صدره، أما على خاصرته، على قلبه، على نحره، أو دون القبض لا. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. ما دخل هذا بالخشوع في الصلاة؟ ما دخل هذا الحديث يا رجل؟ انتبه لعله التبويب خطأ من بعض النساخ. ها، لا خطأ، سبحان الله يا رجل، هذا بشر يخطئ. نعم الشيخ. لماذا؟ لأن هناك أشياء تشغل المصلي عن صلاته، وسيأتي منها مدافعة الأخبثين، طعام يشتهيه ومأذون له في تناوله، طعام أو شراب يشتهيه ومأذون له في تناوله. انتبه معي الشيخ، فهد صائم وجاءت صلاة العصر وما شاء الله ما لذ وطاب، وقال ما استطيع اصلي العصر. لماذا؟ قال: طعام تشتهيه. قال: كيف اشتهيه وزياده؟ ماذون له في تناوله؟ لا. اذن يصلي. يقول: عندي ما لذ وطاب لكن الحمد لله شبعان. اذن يصلي. بيت الجيران بجانب بيت الشيخ فهد، ويشم الروائح والشواء أمام البيت، الشواء وكذا، لكن لا يستطيع يصلي. نعم، مع أنه يشم رائحة الشواء الآن، مفهوم؟ أي نعم.
إذن طعام أو شراب يشتهيه ومأذون له في تناوله. نعم. لكن بعض الناس هدانا الله إياه يوصي الزوجة يقول اسمعي، يؤذن 27 دقيقة، 27 دقيقة ضع الطعام. لماذا؟ قال حتى الحمد لله نصلي سويا بعد الطعام ولا أخرج إلى الجماعة. صح؟ لا، هذا تعمد، إذن هنا يعاقب بنقيض قصده. نعم. قال قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح. قلنا الحركات في الصلاة وقد تقدم معنا، حركة محرمة وحركة مكروهة، حركة مباحة وحركة مستحبة وحركة واجبة. نعم. وزاد أحمد واحدة أو دع. نعم. وفي الصحيح عن معيقيب رضي الله عنه نحوه بغير تعليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. الالتفات ينقسم إلى قسمين، التفات بالجوارح والتفات بالقلب. التفات بالقلب يفكر وصل ما شاء الله، وصل دخل السعودية الآن الشيخ فهد، هذا التفات بماذا؟ بالقلب. والتفات بالجوارح. الآن الالتفات اليسير بالجوارح عن القبلة مكروه، التفات الكثير محرم وقد تبطل الصلاة. أما الالتفات بقلبه هذا ماذا يصنع؟ ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ وينفث عن يساره ثلاثا. هناك أشياء تجعل الإنسان يخشع في صلاته. أولا لا يصلي عند أشياء تشغل عن الصلاة، كان يصلي على زخارف سجادة مزخرفة أو أمام تلفاز أو أمام أناس يلعبون أو يتكلمون بصوت مرتفع أو ما لذلك، يتحرى أن يصلي في مكان يخشع ولا يرى شيء. لا يغمض عينيه، الأصل أنه لا يغمض عينيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه إلا عارضا. مثاله قال مرت مرأة وخاف أن ينظر إليه في الصلاة فأغمض عينيه ثواني معدودة، لا إشكال في هذا. يغير دائما، يقرأ في الأولى قل هو الله أحد، في الثانية قل أعوذ برب الفلق، لا يغير، مفهوم؟ يغير أحيانا يقول دعاء استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. طيب، وفي صلاة ثانية يقرأ مثلا يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا، في السجود يقول سبحان ربي الأعلى ويزيد سبوح قدوس، خلاص. في السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يغير فينشط، مفهوم؟ أي نعم. قال قال وللترمذي أنا نسمه صححة إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لابد ففي التطوع. نعم، الصحيح أن الفريضة مثل النافلة إلا إذا ورد الدليل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه، هذا إذا كانت المساجد تراب، أما إذا كانت المساجد على ما هي الحال عليه اليوم ولله الحمد فماذا يصنع؟ يأخذ منديل ويبصق. نعم. وعنه قال رضي الله عنه كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. نعم، وقد ذكرنا أن هذا من أسباب الخشوع. نعم. واتفق على حديثها في قصة إنبجانية أبي جهم رضي الله عنه وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. نعم، هذا نوع من اللباس. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة
أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. نعم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، رفع البصر إلى السماء وقد تبطل الصلاة. نعم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. تقدم معنا بحضرة الطعام يشتهي ومأذون له في تناوله، مدافعة الأخبثين. المدافع اليسيرة لا تضر، لأن أي إنسان لو تقول له الآن تريد الذهاب إلى دورة المياه يقول نعم، لكن مدافع يسيرة لا تضر. المدافع الكثيرة يعني شيء يريد ينزل وهو يدافع حتى لا ينزل، هنا الصلاة باطلة لتشويش الذهن ولا خشوع أصلا. الإشكال عندنا في المدافعة المتوسطة، مفهوم تصح الصلاة مع الكراهة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.